حظي التعليم التكنولوجي باهتمام كبير ودعم غير مسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو من عكس على استحداث مسار الجامعات التكنولوجيه التي تم تجهيزها باحدث الاجهزه والوسائط التكنولوجيه بما يتوافق مع المعايير العالميه وخلال العام الدراسي 2022 2023 بدات الدراسه في سبع جامعات تكنولوجيه وهي جامعات السادس من اكتوبر وبرج العرب وشرق بورسعيد وطيبه واسيوط الجديده وسمنود وجامعة مصر التكنولوجية الدولية لتعمل جنبا إلى جنب مع الجامعات التكنولوجية الثلاث القاهرة الجديدة التكنولوجية وبني سويف التكنولوجية والدلتا التكنولوجية والتي بدأت الدراسة بها منذ عام 2019 لتقدم برامج دراسية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل.